ليه؟ دخن دخن ولا لا خالص خالص ما ينفعش تدخن وسايكل خالص. ما تمشيش دي مع دي. تبدا تدخن اول يا باشا؟ لا خالص الحمد لله. شوف انا ربنا كده اداني فتره كده اي حاجه اعرف انها مضره سبحان الله نفسيا كده اقفل ناحيتها. الحمد لله هذه يعني اكبر نعمه. الله يثبتك ان شاء الله. يعني من غير لا وعظ ولا بتاعك اعرف ان دي تضر بالصحه تلاقيني ما نفسي تعافها. الحمد لله نعمه.